صائدة الغواصات السعودية. سلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقف. تعتبر المروحية MH60 الروميرو من أفضل المروحيات المضادة للسفن والغواصات، وتستخدم لكل المهام نقل ومكافحة سفن ومكافحة غواصات وإسناد ساحلي وإخلاء طبي وبحث وإنقاذ، وهي من أهم المروحيات لدى البحرية الأمريكية. كما تتميز المروحية بأنظمة رادار متقدمة للغاية للكشف والملاحقة، وكما إنها مجهزة بمجموعة غنية من أجهزة الاستشعار. وكانت المملكة العربية السعودية طلبت في عام 2015 10 طوافات MH60R بقيمة تقدر ب 1.9 مليار دولار، وعمدت القوات الملكية السعودية إلى اختيار هذا النوع من الطوافات لأنها تتميز بمواصفات عدة تساعدها على تعزيز التفوق البحري السعودي، وتسمح لها بالكشف عن الغواصات الحديثة وملاحقتها في السيناريوهات البحرية، كما زيادة قدرتها على تنفيذ عمليات الدوريات البحرية. وستحسن هذه الطوافات أيضا من قدرة القوة الجوية السعودية في الكشف عن التهديدات البحرية الأمنية والاشتباك معها، وستمكنها من القيام بعمليات البحث والإنقاذ. هذا وسيتم تزويد طوافة السيهوك بنظام مهام من شركة لوكهيد مارتن، وهي تعتبر صائدة الغواصات المستقبلية، وتستخدم لعملية البحث والإنقاذ والهجوم على سفن السطح، وقد حظيت بعمليات تحديث من الطرازات السابقة لتعزيز دورها في الحرب الساحلية. تم تزويد هذه المروحيات لتتناسب مع التفوق الجوي السعودي برادار الفتحة الاصطناعية وسونار المغموس. تستطيع المروحية حمل 25 سونار، ورادار للإنذار المبكر، ورادار للبحث الجوي، ورادار للكشف التلقائي وإطلاق النار، كما إنها تستطيع ملاحقة الغواصات والسفن في عرض البحر ولمدة 4 ساعات متواصلة. كما تتسلح مروحية روميرو بصواريخ AGM-114R وصواريخ هيدرا عيار 70 ملي موجهة بالليزر، وصواريخ مضادة للسفن، وتوربيدات، ومدفع رشاش M240D، ومدفع رشاش JAU-21. وفي نهاية الحلقة، إن أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك وعمل اشتراك للقناة ومع تفعيل زر الجرس ليأتيك كل ما هو جديد في قناتنا قناة الثقف.